لهك تحت مرأة ومسمع من وموافقة للأسف الشديد من العالم كله وفي المقدمة منه أهالي المنطقة. النهاردة فجرا كلنا صحينا على خبر ما يقلش كآبة عن يوم ما صحينا في إبريل برضو بس سنة 2003 على سقوط بغداد. النهاردة بدأ قصف عدوان ثلاثي جديد. العدوان الثلاثي القديم اللي كان على مصر سنة 56 كان في بريطانيا وإنجلترا، عفوا بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. النهاردة في طرفين قدام، بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ضربوا قصفوا بالصواريخ 10 مواقع في دمشق العاصمة السورية. سقط ضحايا مدنيين، سقط ضحايا مدنيين لأن هم استهدفوا أهداف بيقولوا مراكز بحثية وحاجات وبيقولوا بأنه بيتم فيها تصنيع الأسلحة الكيماوية. فاحنا بنتكلم على مناطق في وسط المناطق السكنية، ده شيء مفيش عليه خلاف. احنا كالعادة استنينا الرد الروسي والإيراني والأتراك برضو لازم هيبالهم رأي، لكن احنا من فين خرجت الطيارات اللي ضربت من قواعد في دول عربية؟ مين اللي استدعى الجيوش وأصدر لها فتاوى بالضرب شيوخ عرب ولنا في القرضاوي أسوة حسنة؟ مين اللي برر واللي وافق واللي أمن؟ مين اللي يعني هلل بسقوط بغداد وسقوط طرابلس وسقوط ليبيا والنهاردة مستني سقوط دمشق وكان نفسه ان هي تكون القاهرة كمان؟ اعتقد للأسف الكائنات دي بقت عايشة في وسطنا ومفيش كلام كتير يتقال غير يعني ربنا يكون في عون اخواتنا في سوريا.